هبتدي على طول من قلب الموضوع وقلب التحدي الكبير دكتور. احيانا الاسره كده اللي دخلها ثابت واحتياجاتها متزايده، وده مش احيانا بقى، ده 90% من الاسر كده، بيبقى عندها تحدي في طريقه اداره الاموال، مش بس في انها كتير او قليله، لكن احنا بنديرها ازاي وساعات بتفك مننا، نعملها ازاي دي بالعلم. وفي كلمه بس هاخدها من حاج، انا استاذ اداره وحاج بتكلمي على الاداره، هو الاداره هو فن الحياه، يعني حاج لو في اي حاجه ما بتطبقيش فيها قواعد الاداره هيبقى فيها اسمها عشوائيه، العشوائيه هتؤدي الى اخطاء. لكن الاداره معناها ان انا بحط خطه وخطه بديله. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي مرتب، انا باخد نفترض 1000 جنيه في الشهر مثلا، بس انا وانا بحط الخطه وارد انه في حد من افراد الاسره يتعب. فانا لو حاطط الخطه على ان ال1000 جنيه هتكفيني اكل وسكن، طب وات اف انه حصل حد تعب، انا ما عنديش اي بديل. عشان كده دايما اليابانيين عندهم كده فكره لطيفه جدا، يعني يا ريت بس مشاهدين يدخلوا يتفرجوا او يقروا الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها، اسمها طريقه الاظرف الخمسه. هي بتحط خطه وفي نفس الوقت خطه بديله. انا باخد ال1000 جنيه، خليني اقول المثال ده عشان يبقى سهل في التقسيم ده. فطريقه الاظرف الخمسه، انا 1000 جنيه بقسمها على 5 اظرف، يبقى كل ظرف هيبقى فيه 200 جنيه. الظرف الاول ده الاسبوع الاول، الظرف الثاني الاسبوع الثاني، الظرف الثالث الاسبوع الثالث، الظرف الرابع الاسبوع الرابع، الظرف الخامس هو ده للطوارئ اللي هو فيه 200 جنيه. انا جيت خلصت ال 200 جنيه بتوع الشهر الاسبوع الاول، ماشي خلص الظرف. الاسبوع الثاني صرفت مثلا من ال 200 170 جنيه، اتبقى 30 جنيه اخدهم احطهم في الظرف الخامس. فاجي في الاخر الشهر الظرف الخامس ده يا فيه مثلا 280 يا فيه 300 يا فيه 400، يا فيه في الاخر خالص للاسف عشان ابني تعب فانا اضطريت اخد الفلوس واروح اودي الولد للدكتور. فانا عملت ايه هنا؟ انا حطيت خطه وحطيت خطه بديله، فبالتالي ده بيساعدني ان انا اعرف ادير الدخل بتاعي. لكن احنا بنعمل ايه؟ بناخد المرتب ونحط نطلع منه الحاجات الاساسيه والباقي حاطينه مثلا في الدرج. كل شويه اروح اخد، اجي مثلا في يوم معين ابص الاقي ان مفيش فلوس. طب ليه؟ لان انا مش عارف انا ماشي ازاي، او انا ما كنتش حاطط خطه او بلان للشهر كله. هي دي الفكره، احنا محتاجين نخرج من فكره العشوائيه لفكره التخطيط. الحاجه الثانيه، مقولة فرعونية قديمة جدا لما الناس بتسمعها تتخض شوية، بتقول نحن نحتاج إلى ربع ما نأكله لكي نعيش، والباقي لكي يعيش الأطباء. ده معناه إيه؟ دي حقيقة، دي فعلا حكمة فرعونية شهيرة جدا. فأنا باكل أكتر من اللي أنا محتاجه بكتير. وطبعا احنا عندنا بعض العادات الخاطئه، اصل لا هو لازم يرم عظمه عشان مش حاجه اسمها كده يا جماعه. فدي حاجه مهمه جدا. انا عندي 3 انواع من السلع وعايز اغير الاستراتيجي، عندي سلع اساسيه وعندي سلع ترفيهيه وعندي سلع مؤذيه. السلع الاساسيه الاستراتيجيه بتاعتنا دلوقتي ان احنا نقلل منها شويه. السلع الترفيهيه مش هنشيلها خالص، بس هنقلل او هنستبدل شويه. السلع المؤذية طبعا اقصد هنا حاجة زي السجاير، دي مفروض ان انا بشكل او باخر الغيها تماما. سجاير وجزء من الاكل، الاكل بتاع الشارع، سجاير وجزء من الاكل وجزء مثلا من السوشيال ميديا، ما هوش دي فلوس انا بصرفها على الانترنت، وجزء من الدردشه الطويله جدا اللي احنا بنعملها في التليفونات، في حاجات بنود كتيره جدا لو ابتدينا نبص عليها. الاسراف في الكهرباء ممكن بشكل او باخر ده ممكن يوفر لي فلوس كتيره.